حبيبي حبيت ما حبيت ما لي علاقة بهذا الكلام. بكرة الصبح راح تلاقيني مزروع هون قدام باب بيتك، أخذك هيك على المستشفى، أعمل لك كل التحاليل وكل الصور، وما لك علاقة أنت. ما في خير إن شاء الله. أنت عمل جهدك ولا تيأس، بلكي الله سبحانه وتعالى بيوفقك. ولك حليقك حبيبي حليق. الله حماك شعري طويل. صباح على خير. الله معك. اللي ممكن تكشفنا يا صور هو احتمال ضعيف، يعني أنا ما بدي خوفك ولا أعمل لك حالة قلق. بعدين الشي اللي بخليني أطلبهم منك إنه أنت عامل كل شي لهلأ صح، ومع ذلك لسه الوجع مستمر وما عم يخف، لذلك ليش ما بتريح رأسك؟ لأنه الاحتمال مخوف حضرتك يا دكتور، هو اللي بخلي الواحد يبطل يصير عنده راحة بال أو راحة رأس. لك يا أخي أنت ليش جاي عندي؟ طالما حاط برأسك إنك ممكن ترفض أي شيء أطلبه منك، شو اللي جابك لعندي؟ بصراحة من كتر نقهاب أنا ما كنت بدي أجي، بس قلت لحالي يلا منروح ونحن راجعين منتغدى ونطلع لنا كاس. بعدين يا زلمة اشتقنا لك شباك، ليه ما عم تطل؟ طل. عجبك تامر؟ ايش فيها؟ معقول يكون باقي لي بهالحياة كم شهر؟ ومعقول شو الحكي هاد؟ ما كان هيك الاتفاق أصلاً. لسه في ألف شغلة ما ساويت هون، لحق ساويهم بهالكام شهر. طولوا شو بدك طول بالك؟ ما بقى الا يجوا، ما بقى تصبر شوي؟ ما عاد فيني اصبر، ما عاد فيني اصبر، مالي مصدق امتى خلص عليها الواطية. بالك ايه سامي؟ ايه حبيبي يلا قربنا نوصل. يا الله شو اشتقت لك. ما رح انسى لك هالموقف في حياتي. يلا يلا مسافة الطريق وبكون عندكم. ايه كتير منيح. يلا يلا حبيبتي، انا مالي مصدق امتى اشوفك، والله اشتقت لك كثير. توبشيني يلا يلا استعجلوا قد ما فيكم. اوكي حبيبي، ماشي اكيد بخبركم. يلا يلا بحكي معك بعدين. باي. حكيم شوفي.